بقى نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. اكيد كل يوم بنحب نتابع مع حضراتكم. معانا سلا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سلا صباح الخير عليكي. يا صباح الفل، بصبح عليكم وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. هكون دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. بس خليني قبل ما اتكلم عن اهم اخبار الفرق الرياضيه ابارك لجميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان على فوز النادي الاهلي امس على نادي المريخ السوداني في اول مباراه له في دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا، والمباراه اللي انتهت بثلاث اهداف مقابل لا شيء لنادي الاهلي. سجل الاهداف محمد مجدي قفشه، والتر بوليا، ومحمود عبد المنعم كهربا. خليني بقى انتقل واروح لاخبار اهم اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وكالعاده دايما زي ما بحب هبتدي بفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم. يعني سيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعة 5:30 على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر بدلا من صالة الشهداء بمقر النادي، استعدادا لاستكمال مشوارهم في بطولة كأس مصر. النهاردة هيكون في تمرين وبكرة كمان، وبعد التمرين يعني يوم الخميس الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي هليوبلس يوم الجمعة إن شاء الله في مباراة نصف نهائي من بطولة كأس مصر. المباراة هتقام يوم الجمعة الساعة 6 على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6/6 من أكتوبر. ويعني عشان كده الفريق يعني هواند نقل كل تدريباته من مقر النادي لصالة الشباب والرياضة عشان اللاعبات يعني يتعودوا على أجواء المباراة ويستعدوا بشكل قوي لمواجهة هليوبلس. كمان خليني أفكر السادة المشاهدين أنه النادي الأهلي تأهل لنصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي مدينة نصر في الدور الثمانية من البطولة، وانتهى اللقاء بفوز نادي الأهلي بنتيجة 96-47 والمباراة اللي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي. كمان خليني اطمن جميع جماهير النادي الاهلي على كليوباترا كره السله ثريا محمد، وبعد تعافيها من فيروس كورونا. يمكن ثريا امبارح كانت متواجده في التدريبات الجماعيه مع الفريق وشاركت يعني بشكل خفيف، النهارده ان شاء الله هتكون موجوده بشكل اكبر في التدريبات النهارده وبكره قبل مواجهه نادي هليوبلس. ولكن لسه يعني لسه ما تحددش هل ثريا هتشارك في مباراه يوم الجمعه مباراه هليوبلس ام لا، لان ده يعني ان شاء الله هيحدده المدير الفني الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق، هيحددوا يوم المباراة. وده طبعا هيكون بسبب انه هي يعني كانت غايبة لمدة طويلة عن تدريبات الجمعية مع الفريق بسبب اصابتها بفيروس كورونا. كمان رجال السلة النهاردة ان شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعة 6 على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي في اطار استعدادات الفريق لعودة المباريات مرة اخرى في بطولة الدوري السوبر للرجال. المباريات اللي هتعود في بداية شهر مارس المقبل، واول مباراة نادي الاهلي هتكون امام نادي الجزيرة يوم 2 مارس. وبعد يعني سلسله انتصارات الاخيره في بطوله الدوري تحت قياده الكابتن حمدي الصافي فتيات الطايره او سيدات الذهب هيتمرنوا النهارده الساعه 5:30 على صاله الشهداء بمقر النادي استعدادا لمواجهه نادي السيد يوم ايضا الجمعه على صاله نادي السيد في مدينه السادس من اكتوبر الساعه 6 في بطوله الدوري. ويعني ان شاء الله سيدات الطايره يحققوا الفوز على نادي السيد عشان يفضلوا يعني على جدول الدوري وفي الصداره. ده طبعا بعد ما حققوا الفوز على جميع الفرق في جميع المباريات الفتره الماضيه في بطوله الدوري. كمان رجال الطايره النهارده ان شاء الله هيتمرنوا على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 12 الظهر وفتره مسائيه الساعه 10 بالليل، وده هيكون في اطار استعدادات الفريق لمواجهه نادي هليوبلس يوم الجمعه ايضا الساعه 6 على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي. استكمالا لاخبار الفرق الرياضيه نهاوند، كمان رجال اليد النهارده ان شاء الله هيختموا جميع استعداداتهم لمواجهه نادي الزمالك غدا، يعني في مباراه مهمه ومباراه صعبه هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله الدوري. المباراه ان شاء الله هتقام بكره في تمام الساعه 6 مساء على صاله استاد القاهره بدلا من صاله حسن مصطفى، وده طبعا يعني بعد ما تم تغييره امس انه الصاله تتنقل
من صاله حسن مصطفى لصاله استاد القاهره الدولي. يعني ديانا هواند ويا كريم كانت اهم وابرز الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. كل التوفيق، وطبعا بتمنى الفوز لجميع الفرق سواء كانت سله، طايره، يد، او حتى في الاول لكره القدم في جميع مبارياته في كل البطولات. والان العوده مره اخرى للاستوديو. احنا بنشكرك جدا على التغطيه دي، شكرا ليك يا ساله.